بسم الله الرحمن الرحيم. ممش نستمر بدأ بأن الموقع سبورتنا دوري تتم سي الشأن الرياضي إقليم الناظور، يعني نشكاري الطاس ونتمنى التوفيق ذي المسار الناس. ممش توارم الهلال نهار السنبي اللي قيت عيش جيجن الوضعية تم صعبة جدا، ولكن رغم ذلك نشي نفقد بو الامال، يعني مادام كان تيرا عاد يعني ان شاء الله اسم غانغ الامال نشي نوان سوسا بوي في السنة. رخو من ديني الجديد هو انه نستقطب ديجن اطار وطني، ربما غادي يدخ يعني جن تما دماء جديدة ذي الفرقة، يمكن غادي يرفع شوية ديال المعنويات يلعابن. وممشت ولا مرة بان يلعب نقل متحمسين، يعني وساس نبي في السن مرة بمعية المكتب، معية بعض الفعاليات الهلالية مما تم تغوان السيوري قسم قبل وعدنا نغبير لنا أذى عاونا أذى في الفوس ونتتي، يعني جن بادرة طيبة زي بعض الرؤساء السابقين للهلال الرياضي النظوري السيوري كيسن نلتمس زيسن بأنه يعني متحمسين الطاس باش الهلال الذي يقيم في القسم الهواد. ويعني بالمناسبة قدني تمدين دي بارتي دوني ديربي، يعني تمش مش توريغ نش يعني ديربي تم تس مقابلة عادية وذي مش نحاش تهمو، لأن الخو ذي سيرتو ذي عامة يعني توريغ يعني الأعضاء الفتح الأعضاء الهلال تغيمان يعني السور نتناقش المسائل مع الرياضة مسائل عادية للهلال ذي الفتح. هذا قنيج المقابلة إن شاء الله تمنى تري حسن ظن الجمهور المتتبع لكرة القدم في إقليم الناظور، إن شاء الله نتمنى يعني غادا خش نجن الفرجة نتصفح الجمهور، والمقابلة إن شاء الله تمنى غادا تعدد قيجنا الروح الرياضية عالية جدا.